وزير الإعلام يفتتح مركز الإعلامي لانتخابات أمة 2016. نشوف افتتاح وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. ما قصرتوا ان شاء الله، تغطيه تكون ناجحه وانتخابات ان شاء الله ناجحه باذن الله. مستعدين للمؤتمر والانتخابات ان شاء الله ان شاء الله. اشكركم فرصه ان اتكلم مع زملائكم، ان هذه فرصه كان طالع 100 وفد للعالم. هم جايين عندنا نعطيهم صوره عن ديمقراطيتنا، صوره عن مجتمعنا، عن خدمه الكويت للعالم، تجربتنا، كل هذه الاشياء فرصه ان شاء الله فيكم. نتمنى إن شاء الله أن نقوم في خدمة ضيوفنا الإعلاميين وأن يطلعوا على تجربة الكويت الديمقراطية الغنية في هذا الجانب. أشكر الحقيقة الأخ طارق المزرم وكيل الإعلام وكافة الزملاء والزميلات في وزارة الإعلام على جهودهم، كما أكرر ترحيبي بالضيوف الإعلاميين، أمل لهم طيب الإقامة بالكويت، وأمل إن شاء الله في هذه المناسبة للعملية الانتخابية في 26 نوفمبر النجاح، وأن إن شاء الله يدلي كل مواطن بدلوة في اختيار أعضاء للمجلس الأمة يعملون إن شاء الله للكويت وتقدمها تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، سيدي سمو العهد الأمير.